لك في سي علامه اكس، ساعتها تعرف ان انت عندك مشكله فين. طيب افرض انا عندي كود بيرن وعاوز اعمل ديباجنج، تمام، اشوف ايه اللي بيحصل، زي اشوف بالظبط ايه اللي بيتجمع مع ايه وايه الاوتبوت اللي بيطلع قبل الاوتبوت الاولاني، السيكونس بتاع الكود بيتنفذ ازاي. هتلاقي هنا كده، تعال نكونكت ده الاول، هتلاقي فيه ايكون كده هايلايت اكسكيوشن، ده بيكسكيوت بسبيد ابطا جدا من الاكسكيوشن تايم، بس بيوريك كل اوتبوت بيعمل ايه بالظبط. فتعال نشوف كده الكود البسيط ده هيعمل ايه لما هايلايت الاكسكيوشن. هتدوس عليها هتلاقي اللمبه دي نورت كده وترن، تمام. خلينا نرن كونتينيوسلي، بيجي ياخد كل ايموت يطلع لك الرقم بتاع الفاليو بتاعته كام دلوقتي، وبعدين يدخله جوه الادر يطلع لك الاوت بتاع الادر ده كام دلوقتي، وبعدين يوديه انديكيتور يروح يطلع لك ايه الريزلت، تمام. فده تول مهمه جدا تستخدمها عشان تعرف المشكله عندك في الكود فين لو ما بيعملش اللي انت عاوزه، تمام. طيب تعال نخش على الرقم ده. انا دلوقتي عاوز اقرا قرايات من سنسور معين، اقيس تمبريتشر بتاع حاجه معينه، في الاخر هوديها فين؟ عاوز اخدها على الكمبيوتر واعرضها على جراف، بتتغير مع الديستنس، بتتغير مع التايم ازاي، كل الكلام ده. فده يرجعنا لحاجه اتكلمنا عنها قبل كده في مواد كتير اسمها دي ميجرمنت تشين. الميجرمنت تشين دي انا عندي سيجنال عاوز اديسبلاي السيجنال دي تغير مع حاجه معينه، السيجنال دي هي عن طريق سنسور. السنسور ده بيقابل داتا اكوزيشن سيستم، الداتا اكوزيشن سيستم ده بيتقسم جزئين، جزء بيعمل سيجنال كونديشننج. ايه هو السيجنال كونديشننج؟ لو الترانسديوسر بتاعي ده اللي بيقيس التمبريتشر عاوز احول الفولت بتاعه لصوره ثانيه، او عاوز احول الميكانيكال ديسبيشن بتاعته مثلا لفولتج او فولتج في رينج معين، تمام؟ هو ده السيجنال كونديشن. وفي نفس الوقت لو في نويز في السيجنال بتاعتي هبتدي اهدي الفلترز والماسكس اللي انا عاوزها عشان تطلع لي السيجنال بالشكل اللي انا اقدر استخدمه بيه. فده جزء السيجنال كونديشننج داتا اكوزيشن، سواء على السنسور او في الديفايس اللي بيه اللي هتنقل لي سيجنال للكمبيوتر، تمام؟ طيب الداتا اكوزيشن بقى الجزء الثاني منه ايه؟ اللي هو بيحاول السيجنال دي نوعها ايه؟ سيجنال نوعها ايه؟ السنسور بيبقى طالع منها انا، صح؟ معظم السنسور بيبقى طالع منها انا سيجنال، عاوز احولها ايه عشان الكمبيوتر يشتغل؟ ديجيتال سيجنال. فالجزء الثاني الكبير من الداتا اكوزيشن ديجيتال تو انالوج، ديجيتال داتا اكوزيشن اي دي سي. طيب البي سي بتاعي بقى اللي انا هاخد عليه سيجنال في جزئين، في جزء الدرايفر سوفت وير زي بكل بساطه زي الديفايس مانجر في الكمبيوتر بتاعي. لو انا هوصل برينتر للجهاز هبتدي اخش على الديفايس مانجر اشوف التعريف بتاعه محطوط ولا لا، الكمبيوتر قريبه ولا لا، محتاج اوديت للدرايفرز بتاعتها ولا لا، في حاجه مناظره لده في الان اي، في الان اي سوفت وير، الان اي هارد وير، والابلكيشن سوفت وير بتاعي اللي انا هستخدم هقرا عليه السيجنالز دي اللي هو ايه؟ لافيو، تمام؟ طيب ان اي بتعمل ايه في الاثنين دولت؟ هي ما بتعملش سنسور قوي بس بتعمل داتا اكوزيشن ديفايسز اللي هي سواء سيجنال كونديشننج او الانالست ديجيتال كونفرترز، وبتعمل السوفت وير والجزئين بتوع الديفايس درايفرز والابلكيشن اللي طالع عليه ايه السيجنال. طيب يبقى احنا الحاجات اللي كنا بنقولها دلوقتي ايه الكومبوننتس بتاعت الداتا اكوزيشن؟
sensors active او passive. ايه فرق السنسور active والسنسور passive؟ زي ايه؟ والباسف بيحتاج باور سورس من بره بالظبط، في حاجه محتاجه سورس وحاجه مش محتاجه سورس، تمام؟ فده الفرق بين الباسف والاكتف والسنسور. طيب سيجنال كونديشنر ده اللي بيحول لي السيجنال من شكل انا مش عارف اقراه لشكل تاني انا اقدر افهمه، او الكمبيوتر بتاعي او الديفايس تقدر تفهمه. الحاجة التالتة الداتا اكوزيشن كارد، ده اللي ساعات بيبقى فيه جزء سيجنال كونديشنينج وفي الانالوج تو ديجيتال كونفرتر، درايفر سوفت وير اللي هيفهم الكلام ده للبي سي بتاعي، في الاخر الابلكيشن اللي انا هستخدمه اللي هو الابلكيشن. طيب ايه الداتا اكوزيشن سيستم؟ انت هاي بتعمل ايه بقى؟ بروفايد ايه كبرودكتس؟ شوية داتا اكوزيشن سيستم بانواع مختلفة، في انواع distributed دي شبه البي سي كده، هو ابتدوا دلوقتي يعملوا حاجات بتخش في الاندستري ممكن تستخدمها في كنترول الاندستري وكده، فهي حاجات زي موديولز بتركب، ممكن موديول بيكنترول موتور، موديول بيكنترول تمبريتشر هيترز، حاجات زي كده كلها بتركب في راكس في اماكن في الاندستري متوزعه في سايت، تمام؟ واقدر لينك الكلام ده. طيب النوع الثاني ديجيتال، بكل بساطه انا عامل اكواير سيجنال على البي سي بتاعي، فزي كارت الصوت كده بي سي اي اقدر اركب كارت داتا اكوزيشن بتاع الام اي، وساعتها في كونكتورز ورا اوصل بيها السنسور بتاعي، او لو في سيجنال كونديشننج في الاوفيس احطه بين السنسور والكمبيوتر، فدي كلها بتركز في البي سي. النوع التالت اللي هو البورتبل، النوع ده بكل بساطه هو حاجه بتوصل للكمبيوتر عن طريق اللان او اليو اس بي او وايرلس، فهو بيبقى موديول صغيره بيركب فيه كارت او اربع كروت ممكن اكتر، بس معظم الاغلبيه الاغلب بيبقى كده. دي اقدر اخد سيجنال عن طريق يو اس بي سيجنال، يو اس بي كونكشن او لان، وبتبقى كلها كروت صغيره كده اقدر اشيلها مع مثلا لابتوب او اوصلها لابتوب او اوصلها للبي سي. النوع الرابع ان هو بيبقى حاجات راج، حاجات ستاندالون، يعني بيبقى عندي مش محتاج كمبيوتر مش محتاج بي سي، بيبقى شاسيه بشتريه وابتدي اركب جواه موديولز بما فيهم ريل تايم كمبيوتر يقدر يشغل الكروت دي، فبقى الشاسيه بتاعي ده كاني بشتري كيسه من ام اي، والكيسه دي بركب فيها كمبيوتر مخصص للميجرمنتس وبركب معاها كروت كلها بتعمل ميجرمنتس، يعني انا ما بشتريش بي سي بيعمل حاجه غير ميجرمنتس، فده النوع الايه؟ الرابع. هتلاقي نفسك وانت بتتعامل مع اللاب فيو تقدر، هو كل التعامل مع السيجنالز هي واحده، بس كل الكونفجريشن بتاع الهاردوير ان انت في الحاجه اللي بتكونكت بين هاردوير وسوفت وير اللي احنا هنعرفه بعد كده الداتا اسيستنت، وتبتدي تسلكت الكارت بتاعك وتقول انت عاوز تقرا انهي سيجنال منه. طيب فاحنا عاوزين دلوقتي نعرف ايه هو اللي هيكونكت بين السوفت وير والهارد وير. عندي الديفايس مانجر بتاع اللاب فيو اللي هو بيعرفني على الهارد وير بتاع اللاب فيو، عباره عن اكسبلورر اسمه ميجرمنتس اند اوتوميشن اكسبلورر. السوفت وير ده بيوريني شبه الديفايس مانجر بتاع الكمبيوتر بتاعي، بيوريني الديفايس المتوصله بالجهاز، بنقسمهم على حسب هم متوصلين بالنتورك ولا متوصلين وايرلس ولا متوصلين دايركت يو اس بي للجهاز ولا متوصلين بارل مود، حاجات كلها اوبشنز بتاعتي. فاقدر ابراوز كل الحاجات اللي واصله للجهاز وتست الحاجات دي واشوف انها واصله ولا لا صح. طيب لما باجي اتعامل مع سوفت وير او الهارد وير عن طريق اللاب فيو سوفت وير، في حاجه اسمها داتا سيستم، ده زي انتجريتد تقدر تبراوز فيها كل الكروت اللي موجوده عندك، وعلى حسب الابلكيشن بتاعك تختار هتقرا منه ايه. فهو في كل سطر بيطلع لك منيو زي دي، ايه الحاجات اللي ينفع موجوده في كل الكروت بتاعت الداتا اكوزيشن اللي في اللاب فيو؟ الانالوج انبوتس والانالوج اوتس والكاونترز، سواء انبوت او اوت، والديجيتال انبوت او اوت، تمام؟ فانت كده يعتبر شبه
كل الابلكيشنز كده، يا اما بتقرا انالوج سيجنال يا اما بتطلع، يا اما بتقرا ديجيتال انبوت يا اما بتطلعه بره، يا اما بتعد حاجه او بتطلع حاجه بتعد حاجه شغاله عندك في الكود بتاعك. طيب هل كل الكروت ينفع تعمل كل الحاجات دي؟ لا. انت دلوقتي بتشتري الهاردوير بتاعك على حسب، انت اول حاجه بتيفالويت انا عاوز كام واحد من كل دول، وبتدي سيرش في ان اي في كل البرودكتس اللي موجود عندهم، انا محتاج كام انالوج انبوت، محتاج كام انالوج اوت، كام محتاج كام كاونتر. زي بالظبط لما بتعمل موضوع سيلكشن للموديول اللي انت هتستخدمه، تمام؟ زي ما كنت بتعمل كده مع المايكرو كنترولر، انا هجيب اي مايكرو كنترولر على اي اساس؟ انا عايز اشوف عاوز كام انالوج انبوت، عاوز كام انالوج اوت، عاوز كام ديجيتال انبوت او اوت. فنفس الموضوع هنا بالظبط. طيب الحاجه الثانيه ان لابيو عمل في الداك اسيستنس اوبشنز كتير تتعامل مع السيجنال. يعني مثلا فاكرين في الميجرمنتس السترينج كانت محتاجه ايه عشان توصلها ليه؟ عشان تقرا منها سيجنال. كنت بتعمل ايه علشان حاجه كانت فيها كذا مقاومه كده علشان تحط فيها مقاومه بتاعت السترينج ايج؟ كنت بتعمل بريدج. طيب فدي مشكله في الهاردوير، انت هتقعد تعمل عشان تقيس السترينج ايج هتعمل تقعد تعمل بريدج علشان تقرا السيجنال، وبعمل كومبنسيشن للتمبريتشر وتنورمالايز الريزستنس اللي موجوده. فاول حاجه عملتها لك ان هي انها عملت لك ممكن كارت جوه البريدج دي عشان اتعامل مع الكارت ده. هو قسم السيجنالز بتاعته على حسب نوع الاكويرنج، يعني قسمها فولتج وتمبريتشر وسترين وكرنت وساوند وفايبريشن وكل حاجه موجوده نوع السيجنال اللي بتقراه. فتبتدي لما تفتح السوفت وير ده تلاقي مكان تحط فيه سنسيتيفيتي في الرينج اللي هي من سترينج جيت. في سيجنالز معينه محتاجه سيجنال بروسيسنج بطريقه معينه، سواء في السوفت وير او سيجنال بروسيسنج كهارد وير. يعني انا عاوز احط سوفت وير فلتر، عاوز اقرا من الكارت ده بسامبلنج ريت معين، عايز الحاجات دي كلها. ده بيعتمد على نوع السيجنال اللي عندك. فبقيتش انت مجرد بتتعامل، انت الداتا اساس ده ما بيخلكش تتعامل مع فولتج، ما بقيتش تتعامل مع فولتج اني مور، انت بقيت تتعامل مع فاليوز فيزيكال فاليوز، يعني ممكن تتعامل مع تمبريتشر. انا باكواير تمبريتشر رقم، مجرد رقم طالع لي جوه الكود بتاعي. طيب تعالوا نعمل اكزامبل بسيط كده. ناكوير بي سيجنس، احنا دلوقتي الاجهزه مش واصل بيها دلوقتي داتا اكوزيشن. فانا لو شغال كده في البيت مثلا على جهاز في البيت ما عنديش داتا اكوزيشن، او داتا اكوزيشن دي ضخمه جدا وغالبا انا عاوز اسيميليت هي بتتصرف ازاي وانا قاعد في حته ثانيه وهجرب الكلام ده على الاجهزه. فاللي هنعمله النهارده هنشتغل على سيميليت الداتا اكوزيشن، هنكريت هاردوير ونستخدمه. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ احنا قلنا ايه دلوقتي الـ device manager بتاع لابيو اللي هو مثلا كده اسمه measurement and automation explorer. هتلاقوا على الديسك توب عندكم ميجرمنت از اوتوميشن اكسبلورر. اشتغل معايا كده عشان تعرفوا تعملوا الحته دي، عشان هنعمل اكسرسايز بعد كده. هنشتغل الحته دي هستخدمها في الاثنين اكسرسايز دي. اوكي لو حد لسه عنده مشكلة في انه يفتح السوفت وير ده، خلاص
شرح الجواليس.